ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو السي إسماعيل. مرحبا بك على أنفاس بريس. مرحبا بك خويا عندنا في ضيعة الحاج مختار. مرحبا بالجميع. الله يكبر بك. قول لي يا سي إسماعيل، شحال من سلالة عندكم هنا ديال الأكباش تقريبا؟ كاينين السلالات المغربية المحلية اللي هي السردية وسلالة تمحضيت، وكاينه السلالة الإسبانية الميرينوس الإسباني. دابا هادي اللي كنشوفوا في هاد الصورة هادي شمن سلالة هادي؟ هادي معشوقة الجماهير، هادي سلالة السردية ديال المغرب وبالضبط ديال منطقة بني مسكين، أحسن منطقة اللي كيكون فيها السردي. السردي السردي شهادة الجامع. يعني كاين عندكم بني مسكين، عندكم تمحضيت ياك؟ عندنا تمحضيت. تمحضيت هي سلالة ديال كتكون ديال خنيفرة، بالضبط كتكون في قلموس، كتكون متواجدة تما، كنجيبوها خروف صغير وكتبقى عندنا هنايا كتعلف، والحمد لله راه كاينه. كتستوردوا من برا؟ كنستوردوا من برا طبيعة الحال، لأن السيراد دابا فرض نفسه في هاد السنوات الأخيرة. يعني كاين الحول الإسباني عندكم؟ كاين الحول الإسباني، السيراد فرض نفسه في هاد السنوات الأخيرة مع حكم السلالة اللي ولات غالية وغالية جدا صراحة. بالنسبة للحولي دابا حنا كنعرفوا يعني البلدي، الحولي البلدي ديالنا يعني كما قلتي السردي عليه إقبال، والحولي الإسباني واش عليه إقبال؟ الحولي الإسباني عليه إقبال بالنسبة للناس اللي عايدوا به ذاك العام، بالنسبة للناس اللي جربوا، أما الناس اللي باقا ما جرباتوش كياخذوا، ولكن كاين واحد شوية تردد. باغ كونتخ الناس اللي خداو ذاك العام وعيدوا به وجربوه ما كاينش المشكل، كيجيو جاو هما الاولين رسموا بكري بدون تردد، لان جربوه وعرفوا ان هذيك الهضره اللي كنت قال لي كلها اشاعات. وانت ككساب شنو كتختار، يعني الحولي الاسباني ولا الحولي المغربي؟ انا ككساب يعني كل واحد كيمتاز بحاجه، يعني الواحد والذوق ديالو. كل واحد والذوق ديالو. بالنسبه لما كنجيو للجماليه ما كاينش شي حاجه اللي كتضاهي السرد من ناحيه الجماليه والشكل، اما من ناحيه اللحوم السلالة الإسبانية وخصوصا أصحاب الضيعات اللي جابوها يعني بكري شوية، يعني علفات عندهم هنا واحد شهر ولا شهرين، فاللحم ديالها ممتاز وممتاز جدا صراحة، بتجربة عن تجربة شخصية، وأنا راه جزار وراه كندبحوا منها صراحة، يعني كاليتي عالية من ناحية اللحوم، فيهاش كاع المشكل بالمرة. كاين شرخة؟ واه الناس مساكن راه كيقولوا لي سول واش كاين شرخة؟ الرخاء ما نكذبش عليك، من ناحيه السلاله السرديه وسلاله التمحضيس هذا العام كاين كما كيقول المليح بحقه، كاين الغلا صراحه، وهذا الشيء خصو يكون فيه حل في اقرب وقت من عند وزاره الفلاحه ولا من هذا الشيء فات القانون خصوصا هذا السنة. سي اسماعيل كتبيعوا الكيلو ولا كتبيعوا الحب يعني الحولي؟ حنا كنبيعوا الكيلو، حنا معودين الكليان ديالنا هنايا قرابه ما يفوق على من 1990 30 سنه كنبيعوا الكليان الكيلو، كنبيعوا الكيلو يعني لان ملي كتكون عندك واحد الكونسيتي كثيره ديال الغنم، كتكون عندك غنم كثيره من المستحيل انك تبيعها معينه، راك عارف انك كتشد حولي الا بغيتي تبيع غير خروف خاصك لي ساعات المكانه، يعني معينه ما غتخرجش، ملي كتكون عندك واحد 1000 ولا اكثر من 1000 ديال الغنم ماشي ما تخرجش فيه، لا بالعكس ملي كتبيع معينه راك تبيع بواحد الثمن اكثر من الكيلو، خصوصا في هذا الغلا دابا كتشوف دابا الشناقه في السوق وداك الشيء كيشد حولي تقريبا بحال هذا كيقول لك 10000 درهم، بغينا في 10000 درهم، بغينا في 8000 درهم، بغينا في 9000 درهم، انك تعبروا الكيلو كتلقى يلاه قاتل هنايا 6500، كاين فرق كبير. بالنسبه للسي اسماعيل قلتوا كتبيعوا الكيلو، يعني المستورده شحال دايره الكيلو؟ المستورده بالنسبه لاسبانيا فيها جوج الانواع، فيها النوع الاول اللي هو عنده الكرون وعنده الديل ديالو، يعني بحال السردي شكلا كيدير 65 درهم الكيلو، وكاين اللي ما عندهاش الكرون بالمره، تقريبا الاختلاف غير في الشكل كدير 52 درهم الكيلو. 52 وديال البلاد؟ ديال البلاد السرديه دايره 80 درهم، وديال سلاله التمحضيت دايره 75 درهم هذه السنه. يعني هذا هو الثمن؟ هذا هو الثمن. يقدر يتزاد يقدر يتنقص؟ لا احنا ما نزيدوش، احنا عندنا غنم عالفه، عندنا هنايا خرجنا الثمن، هذا هو اللي غادي يعني دايرين ثمن فيكس، هذا هو اللي غادي يعني اللي بغى يجي عندكم دار ثمن فيكس. هذا هو اللي غادي يبقى ان شاء الله، كنتمنى. بالنسبه كنا تكلمنا على الشناقه، انت ككساب يعني واش مع ولا ضد الشناقه؟ الشناقه فيهم تما كينقسموا جوج الانواع باش ما نظلمهمش، كاينين الناس اللي كيخافوا الله، كاينين الناس اللي كيشري حولي من عند الكساب بواحد الثمن، كتجيك تشري عنده كيقول لك شريته مثلا بكذا وكذا وبغيت فيه واحد مثلا كيبيعوا بواحد 100 درهم ديال الرباح ولا 150 درهم، وكاين واحد النوع اللي ما كتقنعوش، نوع اخر اللي كيشنق الحولي ومولاه كيشري حولي ب 5000 درهم كيقول لك بغيت فيه 10000 درهم 9000 درهم، ما كيحنش في الانسان كاع مره وما اكثرهم، كنقول لهم نضل من برا هذا الله يهديكم، وكاين واحد النوع اللي مختص في المرض الله يسر، كاين النوع اللي ما كيعرفش يشري الحولي للمريض وكيبيعو، ما كيعرفش يبيع ويشري في الصفه، هو تعلم الغش كيبيع ويشري في الغش فقط، مختص في المرض في الخروف المسوه، الخروف اللي قريب يموت مريض، الخروف راك تشوف هاد الحوادث بزاف،
كيبيع الحولي ونقص الحيط ويمشي وكيخلي مولاه كل اللي كيموت ليه تماك في الصوب. الله يديم. كل اللي كيوصلوا احسن لهم كل اللي مسلف كتشوف كل اللي مسكين كل مسلف كل اللي مبيع شي حاجه من دارو باش يمشي عنده 3000 درهم حولي مريض راه مثلا مسلفها وكيبان لي حولي رخيص كينقص عليه في الثمن كيبيعوا لي كيموت الرساله توصل لهم الله يديم والله يديم الله يديم هذا الشيء. بالنسبه للعلف شنو كتعلفوا يعني؟ العلف علف طبيعي، عندنا الدرا، عندنا الشعير، الفصه، الخرطال، يعني علف طبيعي اللي عندنا اللي كنعلف من ديالنا على طول العام على طول السنه. عندنا الغنم على طول السنه ماشي غير في الموسم ديال العيد الكبير. بالنسبه نتوما كتستافدوا من الدعم ديال الدوله؟ الدعم ديال الدوله في ناحيه الخروف الاسباني، اسباني ناحيه الخروف الاسباني كاينه 500 درهم في الخروف، يعني هي الا ما كانش فيها الدعم مستحيل انك تبيعها ب 65 درهم. دابا حاليا هي كتفوت 75 درهم ولا 76 درهم باش كطيح مستورده، وهذيك 500 درهم هي حاسبين ليها 10 درهم في الكيلو، يلاه كترجع كترجع لهذيك مثلا 63. يعني كاين واحد البارامتر يعني كيدعموكم في هذا الفرق اللي كيبقى. الا ما كانش الدعم مستحيل انك تجيبها، الا كان الا ما كانش الدعم مستحيل ان المستورد انه يقدر يجيب، مستحيل. والحولي ديال البلاد ما كتدعموش فيه. الحولي ديال للاسف للاسف هذاك الشيء اللي كنشوفوا دابا وصل هذه الاسمنه اللي هي خياليه. وكنتمنى من الدوله انها تدير حل في اقرب وقت، لان السلاله ديال السردي ولات دابا من الندره دابا غادي تقريبا الانقراض، لانني كنشوف هذاك الشيء في السوق راه قلات بزاف هذه السلاله والكسابه ديالها قلوا. دابا الكسابه اللي باقين حاليا اللي كيديروا السردي هما الكسابه اللي غير صابرين وصافي، والولف ديالها وكل اللي دايره غير هوايه مثلا غير مولفها ما يقدرش يحيدها. اما الناس اللي كتحسب راه كتانفيستي كتخسر الفلوس، الا جيتي تحسب الفلوس ما يمكنش انك غادي دير. بالنسبه للسي اسماعيل اللي بغى يجي عندكم فين غيجي عندكم؟ يعني يعطيهم الموقع. جي مرحبا به، الموقع ديالنا بين طريق مديونه مشروع الرشاد، المسجد ديال الرشاد اللي في الشارع الكبير، يدخل معاه ديريكت حتى عندنا هنايا. ومرحبا بالجميع، تحياتي وشرفتيني على الاسبريس. مرحبا بك وشكرا على التوضيح. الله يودي. مرحبا شكرا. مرحبا.